بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم. اللهم وفقنا للعمل بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى كل خير. اللهم بارك في علمائنا ومشايخنا وكل من علمنا خيرا. اللهم اجزهم أفضل ما تجزي به عبادك الصالحين، واحشرنا وإياهم في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبل نبدأ في الكتاب بطبيعة بما أني سألت السؤال في الحصة الفارقة وسجل، نعطيهم اللي يستمعوا للدرس الإجابة في قلنا كم عدد الناس الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريف، معنى هو قتل لم يبعث أحد ولا عن طريق واسطة ولا كذا، فمن قتل النبي صلى الله عليه وسلم واحد فقط وهو أبي بن خلف، هذا في غزوة أحد لما هو أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بأن سيقتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه بالحربة فجرحه جرحا، ثم بعد ذلك الجرح تعفن ومات به، فهذا الوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في طيلة حياته لم يقتل إلا شخص واحد، أبي بن خلف فقط، وهذا بطبيعة أشر الناس، شر الناس من قتله نبي. كنت حاضر معنا حصة الفارضة ولا فصل في أحكام النفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة، أبالغ في اختصارها فإن مشهورة في كتب الفقه، منها أنه تجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء. ثم قال مالك والشافعي وأحمد رحمه الله تعالى وجميع العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وجماعة لا تتعين الفاتحة أبدا، قال ولا تجب القراءة في الركعتين الأخرين. والصواب الأول فاتحة لابد تقرأها في كل ركعة، فقد تظاهرت عليه الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، للفاتحة. لذلك الفاتحة فاتحة لابد منها في الفرض والنافلة، إذا ما تقرأش الفاتحة صلاة باطلة. وأجمع على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات، واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة، وللشافعي رحمه الله فيها قولان، الجديد أنها تستحب والقول القديم قديما القول القديم أنها لا تستحب. قال أصحابنا أي الشافعي هنا وإذا قلنا تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن تكون أقل من القراءة في الأوليين، قال وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء، وهل تطول الأولى على الثانية في وجهها؟ الصحوهما عند جمهور أصحابنا أنها لا تطول، والثاني هو أصحاب الصحيح عند المحققين أنها تطول، وهو المختار للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. هذا كل عن الشافعية. قالوا فائدة التطويل شنو؟ قال أن يدرك المتأخر ركعة الأولى والله تعالى أعلم. المالكية باختصار شديد الفاتحة واجبة في كل ركعة، والركعة الأولى تكون أطول من الثانية في القراءة، الثالثة والرابعة ركعة إذا فما الثالثة والرابعة فهموش السورة، السورة في الركعة الأولى والثانية فقط، وهي السنة سنة مؤكدة إذا ترك عليه سجود السهو قراءة السورة أو جزء من سورة له معنى، بينا هذا السابق. الركعة الثالثة والرابعة فهموش السورة فاتحة فقط، إذا قرأ سورة ما عليه حتى شيء، صحيح غلط نساء قرأ سورة في ركعة ثالثة من الظهر أو ركعة ثالثة من عيشة ما عليه حتى شيء، ليس عليه لا سجود ولا أي شيء، يكمل الصلاة وصلاته صحيح، لا يتعمد ذلك. إذا نساءه بلا يقرأ في السورة في الركعة الثالثة يقص ويركع الثالثة ولا الرابعة إذا كان صلاة رباعية. هذا المختصر. قال الشافعي رحمه الله تعالى وإذا أدرك المسبوق مع الإمام من ركعتين الأخرين من الظهر أو غيرها ثم قام للإتيان بمن بقي استحب أن يقرأ السورة. هذا بطبيعة عند المالكية تقضي تقضي لما فاتك، قرأت على ركعتين من الظهر فاتك ركعتين الأوليين ولا فاتحة وسورة ولا فاتحة برد إمام قرآن فتحة وسورة فتقدم فتحة وسورة قضاء تقدم فتحة وسورة وجوبا. هو هنا قال يستحب أن يقرأ، هذا قول الشافعي مش قول المالكي. المالكي واجب أن تقضيهم كما هم، كما هو معنى ركعتين قرآن الإمام فتحة وسورة فاتوك من عند الإمام جيبوا كما فاتوك مع الإمام. قال الجماهير من أصحابنا هذا على قولين على قولين، وقال بعضهم هذا على قولي يقرأ السورة في الأخرين وأما على الآخر فلا، والصواب الأول لئلا تخلو صلاته لئلا تخلو صلاته من سورة، والله تعالى أعلم. هذا حكم الإمام منفرد، هذا كل قول الشافعية مع أنه حتى علاقة به، هذا مذهب الشافعية، احنا بينا المذهب بتاعنا وبينا هذه المسألة. وأما المأموم فإن كانت صلاته سرية وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة،
وفي وجوب الفاتحة قولان، الصح وتجب والثاني لا تجب. عند الشافعية كتب وراء الإمام، عندهم قول يقول تقرأ الفاتحة أنت وراها في السر، وقول ثاني لا تقرأ. إحنا على مايكي لا تقرأ أصلا، لا فاتحة ولا سورة، فهذا قول الشافعية راه ما نخوش به. وإن كان لا يسمع قراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة. عند الشافعي كيبدأ الإمام بعيد عليك برشا في الشارع مثلا، تسمعش قراءة الإمام يقول لك تقرأ الفاتحة. في الجهرية نحكي صلاة الجهرية كيبدأ الإمام يقرأ بالجهر، لكن صوته ما خلطلكش، يعمل بوق ولكن ولا ما عملش بوق ماش مسموع. عند الشافعي يقرأ فاتحة، إحنا المالكية لا، حتى ولو أنت في الشارع ما تسمع شيء من الإمام ويقرأ في الفاتحة في سورة العشاء، سورة العشاء يقرأ في الفاتحة بالجهر بالطبيعة. لكن مثلا ميكروفون عدم عاش نسمعوا اللي يصلي برا ماش يسمعوا، او الجامع الكبير كان يصلي امام ما غير ميكرو، لا في الشارع ما يسمع شيء، بل في الصحن ما يسمع شيء، يقرا الفاتحه ما يقراش. في الجهريه في الركعه السريه يقرا، بطبيعه احنا الركعه السريه قلنا الامام يقرا وما يقرا على روح. في الجهريه الامام يقرا تسمع، حتى ما سمعتوش ما تقراش معاه، ما تقراش الفاتحه. الشافعي يقولوا لا، كيف ما نسمعوش نقراوا الفاتحه مع الامام، حتى في صلاه الجهريه يحكوا صلاه الجهريه بطبيعه. احنا مخالف المذهب معنى هذا الكلام، معنى المذهب تاعنا يقول لك حتى ولو الامام ما تسمعوش ويقرا في الصلاه الجهريه وانت ما سمعتوش خاطر تصلي بعيد في الصف التراني بالكل هو بعيد، ما تسمعوش ما تقراش الفاتحه، تسمعوا كو تسكت ترام كبروا راك وتركع معاه، تبعهم في حركه الصلاه. وقيل لا تجب الفاتحه، وقيل تجب ولا تستحب السوره، والله تعالى اعلم. هذا كل كلام الشافعي مش موقف عليه، كل هذا يتعلق بالمذهب الشافعي، تفصيل تاع المذهب الشافعي. وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة عند الشافعية، عند الشافعية مش عند المالكية، عند الشافعية في الركعة الأولى نتاع الجنازة تقرأ الفاتحة، عند المالكية ما عندناش فاتحة أصلا صلاة الجنازة، عند المالكية صلاة الجنازة فيها تكبيرة الإحرام بعد دعاء مباشر، تكبيرة أخرى دعاء، تكبيرة أخرى دعاء، تكبيرة أخرى دعاء ثم السلام. تكبيرة الإحرام بعد ثلاثة تكبيرات بعد السلام، وكلها دعاء، لا عندنا الفاتحة ولا عندنا صلاة الإبراهيمية. راه بعض الخطباء يخطبوا يقول لك صلاة الجنازة فاتحة وكل، تخطبين على المذهب الشافعي أنت وليد؟ هذا المذهب الشافعي ولا قال؟ أنت خطيب والإمام لابد يحكي على المذهب المالكي، في بلادنا نصليوا على المذهب المالكي، مش نعملوا كوكتيل. فشفتوا الجهل معناها الناس جاهلة حتى بالمذهب. احنا صلاة الجنازة كلها دعاء من الأول للآخر. الله اكبر في الاحرام، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزوله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خير من داري واهلا خير من اهلي، واذا كان رجل تقول زوجا خير من زوجي، وقيه فتنه القبر وعذاب النار، وادعي اخرى كثيره جدا في الجنازه، كثيره جدا الادعيه، تختار منهم دعاء تحفظه وتولي تدعي به. هذا هو تقوله بعد تقول الله اكبر اذا كان امام بطبيعه انت. المأموم هنا يدعي وقت اللي يكبر امام يكبر معاه. فهذا هو هذه صلاة الجنازة عند المالكية، كلها دعاء وفي تكبيرات بين الدعاء. هذا هو، ما عندناش لا قراءة فاتحة ولا قراءة ولا صلاة الإبراهيمية. لا إذا كان إنسان، نعم. سيدي أول مرة نسمعها هذه. أول مرة تسمعها هي. كنت نعمل بال كما قلت الفاتحة وصلاة الإبراهيمية والدعاء سيدي. أي هذاك ماذا بالشافعي راه. هذا مش مذهبنا. أنا شنو الحكم أنا سيدي فأنا صحيح. هي صحيحة الصلاة. لكن ما تقولش مذهب مالكي. هنصليوا على مذهب مالكي. يعلموا الناس على المذهب المالكي زاد، ما عندكش حق باش تعلم على المذهب الشافعي، خاطر يشد مذهب يشد مذهب كامل، مش ياخذ منه لقشه ويخلي لقشه، لا ابدا، هذا يؤدي للفتنه ويؤدي للضلال بعد ذلك. رفع اليدين عند التكبير. رفع تكبيره الاحرام فقط، الباقي فيش رفع اليدين، ما عندناش رفع اليدين كي تجي مش تركع تعمل هك، هذاك عند الحنابله واظن عند الشافعيه ولا عند الحنابله. جنازه تكبيره الاحرام فقط. اي تكبيره الاحرام رفع اليدين، اما بعد مش رفع يدين. تاع العيد سيدي كيفاش؟ نعمل كل ولا وحده برك؟ تاع العيد، عيد فيها برشا تكبيرات. تكبيره الاحرام بعد الست تكبيرات في الركعه الاولى، من بعد تكبيره، فماش قصدي رفع اليدين. انا رفع اليدين عند المالكيه بتكبيره الاحرام فقط. في اي صلاه لا نرفع يدينا لتكبيره الاحرام فقط. في كل صلوات اللي قالوا بها المالكيه، كل. ما عادش تقول لي جنازه وعيد، كل. عندنا رفع اليدين هكذا كان تكبيره الاحرام تدخل بها في الصلاه. صارت عندك تكبيرات من بعد اي حاجه ما فيهاش رفع اليد. هذا المذهب المالكي. فمالا قال تجب قراءه الفاتحه في التكبيره الاولى في صلاه الجنازه، هذا قول الشافعيه، قلنا احنا المالكيه ما عندناش لا فاتحه ولا صلاه ابراهيميه. باهي. لكن اذا قريت الفاتحه بنيه الدعاء، صح. وليت تبعت المالكيه. قريتها بنيه الدعاء، مش نيه قراءه القران. خاطر عند الشافعيه الفاتحه كقران لابد منها عنده. في الركعة الأولى.
نحن لا، احنا الدعاء الفرض هو الدعاء في صلاه الجنازه. فكي تقرا الفاتحه من الدعاء، فاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، بنيت دعاء تسمى امريكا، ولي تبعت المذهب المالكي وقريت الفاتحه. ها نعطيتكم الوصفه تبقى باش تكون لما تعب الفاتحه، اقرا الفاتحه من الدعاء. بنيت الدعاء مش بنيت قراءه القران، مش كاني فاتحه نتاع صلاه العشاء ولا صلاه الصبح. صلاة الإبراهيمي كيف كيف فيها الدعاء، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، هاك تدعي انت. فهمتوا ولا؟ ايوا شفتك ناخذ من عند اهل العلم المسائل واضحه امريكا. حتى كنا قاو حاجه واخذين مذهب اخر نردها على مذهبنا. لما مسانس يدعي هذاك قول المالكيه راه لازم كان سيادتك امريكا على المالكيه، مسانس ما يقراش الفاتحه يقعد كيكه راه يدعي لانه اصل دعاء. معلش قراءة الفاتحة في الجنازة، لكن مش يقرأ الفاتحة، يقرأ بنية الدعاء، كيكا باش تكون على المذهب المالكي. أما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها، واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال الغفال هذا كل شافعية تسمى واجبة، وقال صاحب القاضي حسين تسمى شرطا، وقال غيرهم تسمى ركنا وهو الأظهر والله تعالى أعلم. مش نفصل تفصيله في مسائل فقهية على الشافعية، مش نفصل لأنه لا تحتاجون ومذهبنا مالكي احنا، أنا قريناه للبركة فقط. قراءة الفاتحة واجبة قلنا فرض في النافلة، كل هو قال في النافلة واجبة وفي الفرض هاني حتى تجب تكون ركعة ما غير فاتحة قول، لكن احنا قول المالكية لا، كل ركعة لابد فيها الفاتحة في أي ركعة في النافلة والفرض كل، وهذا ما نعمل به وهذا ما يجب على المسلم أن يعمل به. والعاجز عن الفاتحة في هذا كل يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، فلم يحسن أتى بقدر من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما، فلم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة ثم يركع والله تعالى أعلم. هذا كلام المالكية هذا بالضبط. واحد مش حافظ الفاتحة مازال دخل في الإسلام تو مش بدا يصلي وصادفته باش يصلي وحده، هو الأصل يصلي في الجماعة حتى يحفظ الفاتحة، لكن جاء مثلا مسافر وصلى في الطريق وحده مثلا ما عندوش الفاتحة شو يعمل؟ قال يقرأ كان عنده آية حافظها ولا 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 سورة يقرأ سورة بقدر مدة قراءة الفاتحة، مثلا سورة حافظ سورة الإخلاص مثلا والأصل يحفظ الفاتحة قبل، نفترضوا حافظ السورة، لو فرضنا وضعية إنسان قاعد يحفظ سورة الإخلاص خاطر قصيرة سهل ولا عطيها الكوثر والفاتحة مازال تحفظ فيها وجات الصلاة ويصلي وحده، قعد كذا معاه شكون لابد يصلي وراه مأموم، خاطر المأموم تسقط عليه الفاتحة يسقط عليه كل شيء يتبعوا بعض يسمع وكهو. ديما اللي يدخل جيت في الإسلام ننصحوا باش يصلي جماعة ديما، لكن ما يصلي وهنا يبدا يحفظ الفاتحة باش كي تظهر في يصلي وحده يعرف يقرا الفاتحه يقرا بها وعلى الاقل يحفظ السور. والمستحسن يحفظ سورتين، سوره في ركعه الاولى وسوره في ركعه الثانيه، لو كل نفس السوره عاودها في ركعتين جائز ماشي مشكل. اكثر ما يكون فيه مكروه. فاذا كان واحد ما عندوش الفاتحه قال يعوضها بسوره اذا حافظ السوره. ما عندوش سوره قال يعوض التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، يعوضها بقدر مده قراءه الفاتحه. قال شنو نقعد الفاتحه دقيقه؟ اعمل دقيقه يسبح. من بعد يركع. باهي ما يعرف حتى ولا تهليل لا اله الا الله، ما حفظش التسبيح لا اله الا الله، يعاود لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله قدر مده قراءه الفاتح وبعد يركع ركعه ثانيه نفس الشيء. باهي واحد ما يعرف شيء يقعد ساكت يسكت يقوم يكبر تكبيره الاحرام الله اكبر يسبح اذا كان عنده تسبيح، واذا كان عنده تسبيح يسبح في راس الفاتح، ما عنده تسبيح يركع بعد يهز راسه ما غير يتكلم حتى شيء صلاته صحيحه. هذا لانه اضطر لذلك ما عندوش فاتحه، ميزان دخل الاسلام تو دخل تو وقت معناها في الضحى مش يصلي الظهر. اما ميزان ما يصعب باش يحفظ الفاتحه بسرعه. اذا حفظها هنيئا له، لكن حفظه احنا عرفوا نقول راه باش يحفظ الفاتحه. اول حاجه يحفظ الفاتحه ويحفظ معها سورتي ومن بعد يجي يحب يزيد يحفظ ماشي. قال ان لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءه ثم يركع. في من يقول انه اذا ما عندوش الفاتحه يسكت. يعملش تسبيح حتى يسكت، ولكن الاولى انه يسبح يعاود ثلاث قرآن بذكر، لانه هذاك ذكر وهذاك ذكر عند المالكيه عند الكل عند المالكيه عند التفصيل. المالكيه يقول لك اذا ما قراش الفاتحه يقولوا حتى بالاذكار المالكيه قول ياتي بذكر مكانها، وفي من قال يصمت ما عندوش الفاتحه يصمت يعدي مقدار قراءه الفاتحه، اذا عنده سوره يقرا سوره ما عندوش سوره تسقط في حقه. فهذا هو مسألة أخرى. قال فصل في الجمع بين السور في ركعة، ما يجبش نقرأ سورتين في ركعة واحدة مثلا نقول أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس مع بعض. قال لا بأس بالجمع بين سور في ركعة واحدة،
فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن أو يقرن بينهن. يقرن ولا يقرن الصحة، يقرن ولا يقرن. فذكر 20 سورة المفصل كل سورتين في ركعة. سيدنا عبد الله بن مسعود قال: نعرف النبي صلى الله عليه وسلم مش هي السورة قرأ من بعضها الكل. قال: جماعة قديش؟ 20 سورة، معناها 10 أزواج، 10 سور قرأ بالسورتين بالسورتين معهم في ركعة واحدة. سيدنا عبد المسعود قال: جماعة 20 سورة، معناها 10 مرات قرأ ما بين السورتين. قال: كل سورتين في ركعة. وقد قدمنا معنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة. بتبيع هذا كل جائز، من تقرأ سورتين، تقرأ 3 سور، تقرأ 10 سور، تعمل حزب، تعمل 5 أحزاب، كل جائز. المفيد مش في صلاة الجماعة بتبيع، مش الإمام يصلي مع الناس، هذا لابد يختصر. تقرأ سورة فقط تكفي. وعند المالكية زادة مستحب تقرأ سورة واحدة، تقرأ سورتين في ركعة. هذا يعطيك الجواز، هذا هنا قالك جائز في سورتين ما عندك حتى شيء، لكن المستحسن تقرأ سورة فقط في ركعة. هذا يبين الجواز مش يبين المستحب تقرأ سورتين مع بعضهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حالات معينة عمل سورتين مع بعضهم، مش كل، أنا قال 20 حال. أما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوات كثيرة أخرى، فلذلك هذا يبين أنه جائز. قريت حصلت قريت سورتين نسيت، قريت سورة وبليت سورة أخرى، طيب مش مشكلة. لكن عند المالكية يستحسن أنه تقرأ سورة فقط في الركعة. ثم قال: فصل في الجهري. سمار عنده معكم درس شجية ما نواصل حتى يجي. فصل في الجهر والإصرار بالقراءة في الصلاة. أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقبها، لكن صلوا معنا عقب الواحد، صلوا معنا جماعة. وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع. المأموم ما يقرأش جهر، حتى اللي يقولوا بقراءة المأموم مع الإمام في المذاهب الأخرى يقولك من غير جهر بالسر، معناه الجهر مع الإمام، الإمام يقرأ بجهر وتقرأ مع جهر، هذا كله مش موجود في حتى مذهب. احنا المالكية قلنا لا يقرأ أصلا لا جهر ولا سر، كيبدأ الإمام يقرأ بالصوت، جهر مع الإمام يقرأ بالصوت مسموع صوته، أنت لا تقرأ حتى شيء، تسمع وكاو. إذا الركعة السرية تقرأ، هو يقرأ الفاتحة متاعه وتقرأ الفاتحة متاعه في الركعة السرية اللي هي الثالثة متاع المغرب ولا الرابعة، الثالثة والرابعة للظهر والعصر والعشاء. الجهر بطبيعة الصلوات الجهرية هي كل هي الصبح والمغرب والعشاء ركعتين الأوليين فرق، والجمعة صلاة الجمعة ركعتين جهر، والعيدين ركعتين جهر. شنو آخر؟ الوتر هتصلى في الليل، صلاة النافلة في الليل تصلى جهرا، اللي إذا كان صلاة وراء الإمام الوتر كما في التراويح يصلي ويشفع الوتر مع الإمام، وقت الإمام يقرأ بالجهر والمأمون يسكت، يعني صلاة وراء الإمام مأموم، مأموم يطبق عليك مأموم، ما عادش تتكلم الإمام يحكي، إذا الإمام يتكلم ويتلو ما عادش تتكلم أنت. إذا صليت وحدك الوتر تقرأ بطبيعة روحك. بطبيعة إذا كان في الليل نوافل في الليل تقرأ جهرا أفضل، وفي النهار تقرأ سرا. صلاة الضحى مثلا تقرأ سر، جهر شبه السنة فيها السر. صلاة الوتر تصير في الليل ديما، الوتر يصير كان في الليل وقت بالعشاء إلى لذان الصبح، فيقرأ جهرا. بطبيعة المرأة قلنا جهر بتاعها وأعلى السر، تقول هكا هذا يسمى قام بجهر، السر هكذا. تسمعنيش أصلا، حتى تدخل بحذين تسمعنيش أصلا، فهمت ولا؟ معناه ما يسمى الهمس، الهمس عند المرأة ذاك جهر بتاعها، مش تقرأ هكا المرأة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وخاصة تقول هناك رجال أجانب هذا يولي مكروه. أما وحدة ما يسيرش، حدا في الدار تقرأ بالجهر، معناه بالجهر اللي هو كما يجهر الرجال لكن في بيتها، في بيتها مش في في أماكن عمومية. نعم، في الصبح دعاء القنوت مستحب، مو سنة مؤكدة، معناه سنة خفيفة، معناه كي ينساه ما تعملش عليه سجود السهو، إذا عملت عليه سجود السهو صلاتك بطلت كل، معناه ينسى القنوت في الصبح. ما يقولش أني نسيت سنة نعمل سجدتين قبل السلام لنسيان السنة الترقيع، لو يعمل بتبطل صلاته، خاطر هو مستحب، إذا نسيته مش على روح صلي وسلم ومش على روح، ما صار شيء، ما عملوش بكل ما صار شيء، ما تعملش سجدتين قبل السلام بعد السلام، ما عندكش خطأ، صحيح تسهيل نقص لك الثواب نتاعك القنوت، لكن صلاة صحيحة راه،
وتقرا سر القنوت الصبح مو نقراو جهر ولا الامام يقرا هاك تشوفوا الامام كيصلي كيوصل القنوت يقرا السر ما فيش جهر القنوت. قال ويسن الجهر في صلاه كسوف القمر ولا يجهر في كسوف الشمس. وهناك من قال يجهر في كسوف الشمس اختلفوا العلماء في من قال السريه في من قال يجهر بها حتى لا يمل الناس خاطر طويله قراءه كسوف الشمس طويله راه كسوف القمر خاطر ما يقعدش برشا الكسوف ساعات ساعه ساعه ونصف ينتهي الكسوف ساعات يقعد ستة سوايع ستة سوايع تبدا تواقف تصلي اذا ما تشهرش بالقراءه الناس تشهر على الناس من القران ذاك العلماء قالوا اذا كان الامام شي طول برشا يشهر بالقراءه في كسوف الشمس اذا مش يقرا مش بطول كثير يسر فيها على الاصل ويجهر في الاستسقاء صلاة الاستسقاء فيها جهر يقرا بالجهر الامام ركعتين ولا يجهر في الجنازه اذا صليت بالنهار وكذا بالليل على المذهب الصحيح المختار صلاة الجنازه تصلى سرا في الليل او في النهار ولا يجهر يعني هي فرض كفايه هي ليس سنة مؤكدة أو سنة فرض كفاية ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيدين والاستسقاء عند هو الشافعي كالمالكية هنا كل صلاة تصلى في النهار نافلة سر في الليل جهر قيام الليل مثلا تقوم قيام الليل قبل الصبح جهر الوتر جهر أي صلاة صلاة الحاجة صلاة ركعتين الحاجة في الليل جهر صلاة الاستخارة في الليل جهر صليتها في النهار سر نوافل عن الضابط كي صلى في النهار النهار من يبدا النهار من اذان الصبح من اذان مش صلاه الصبح من اذان الصبح الى اذان المغرب هذا اسمه النهار في الشرع الليل من اذان المغرب الى اذان الصبح هاني يعني سهله برشا كان صليت بين اذان الصبح واذان المغرب النوافل كلها جهريه سريه عفوا النوافل كل سريه هاني يعني سنه الفجر شفتها سنه الفجر نقراها سريه لاني في النهار هي مش دنيا مزال ظلمه تراو ظلمه هيك عندك مو ظلمه هي بدات تظهر الصبح مو فما بعض جهله هذا كالعاده اللي يدعون مثلا في روحهم السلفيه الوهابيه يقولوا انه الصبح اللي عندنا اللي غادي يمشيو بيه راهو قبل وقته الاذان ياذنوا قبل الوقت مع المؤذنين في البلدان العربيه الاسلاميه يمشيوا بالتقويم هذاك نتاع اليومي التقويم الفلكي قالوا هذاك ياذن قبل الوقت الفجر علاش؟ خط بياض الدنيا شويه كان مع تقريب 25 دقيقه 30 دقيقه من الاذان فقالوا هاك البياض تاع الفجر يظهر كان من بعد والنبي صلى الله عليه وسلم قال معناها حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وبين في الاحاديث انه اذا ظهر ال 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 كيفاش هي نسيت اللفظ البياض معناها هنا فقد اقبل الفجر فهذا معناه يبين علامات طبيعية متاع دخول الفجر اللي هي ظهور بياض في الأفق بياض بالعربي بالعرف فما بياض يظهر هكذا كما خط هكا هذاك اسمه الفجر الكاذب يظهر شوية بياض هكا ويتنحى في ساعة بعد دقائق ويتنحى هذاك فجر كاذب مش هذاك علامة الفجر كي يظهر بياض هكا على العرض هذاك بداية الفجر هذا يوقفش تراه لازم بلاصة ظلمة فيه ضوء أصلا معناتها تبعد على الاقل 20 كيلومتر على مناطق الضوء تمشي في قلب الصحراء مثلا ولا قلب جبل في شي حتى كعب الضوء كعب الضوء فقط ما تخليكش ترى وقتها تشوف وتشوف الصبح احنا في البلد في البلاد وسط البلاد الضوء من كل بقعه بروجيكتورات وكل بالطبيعه ماكش ترى الا بعد نص ساعه ترى البياض فهو السفيه هذا يقيس على ذلك في بالكم علماء الفلك من خذا والاوقات كلها من علماء الفلك المسلمين قبل اللي يتحرى وقت الصلوات وعمل الاسترلاب وعمل برشا الات يقيسوا بها الصلاه بالدقيقه فعلم الفلك خذوا هذاك حاضر وثقوا في اليوميات وكل ما جابوا شيء جديد راه خذوه بالتوارث بالسند المتصل يجي واحد سفيه يقول لك لا الصبح يذن قبل الوقت بنصف ساعه ويذن اذانهم يشدوا جامع هؤلاء السفله مبتدع الخوارج الوهابيه ياخذوا يشدوا جامع خاصه صار بعد الثوره في التحالف كل شيء يذن بعد نص ساعه ويصلي ويشقوا فتره يسحروا انت تقاك اذن صبحك وصليت وهم مازالوا ياكلوا قالوا شنو اذان اللي مازال ما دخلش عندهم اذان موازي معناها عندهم دين موازي بالطبيعه هذوما عليهم قضاء وكفاره في كل يوم اكلوا فيه اللي كلوهم بعد اذان الفجر الصحيح عليهم قضاء وكفاره عليه قضاء وكفاره 60 يوم صيام وعلى كل نهار يعني متعمدين عملها مره لكن ربي خلصنا من شر مازال بعض منهم عندهم نفس الفكره انا مش هدي في بالكم
التقويم هذاك دقيق وزيد على ذلك غير انه بالسند المتصل. هناك مجموعه اسمها اظن المجمع الدولي للفلك او المرصد الدولي للفلك او المرصد الحاجكي من هكا، فيه مجموعه من المسلمين المختصين في علم الفلك حبوا يثبتوا كي سمعوا الطنطن هذه، قالوا له الصبح قبل الوقت وكذا، وراهو عندنا وقت الصبح وياذنوا قبل الاذان قبل وقت الصبح وكذا وكذا. قالوا هاي هم نثبتوا لكم. هاي مشاو عملوا مخيم على سنه كامله 350 يوم في مكان صحراوي في وسط الجزيره العربيه، انا نسيت البلاد شنيا، اردن على ما اظن، في مكان صحراوي فيش ضوء اصلا، فيش ضوء ولا بيلا هذيك كاللامبا، وقت نجي غيس ويطفي كل شيء، معناها ظلت مدينتك ما تراهاش اذا الليله ما فيش قمر. وقاعدين يتحراو وقتاش يظهر لك البياض تاع الفجر، فجر الفجر الصادق على عام كامل، وعلى الصلوات كل غياب الشفق وكل قاسوا الضوء طبيعي تاع 5 صلوات لقاوها مستقيمه. التقويم تاعنا في الدول العربيه هذه اللي جايه مع بعضها كل سليم. لقاو بعض اختلافات في مناطق قريبه القطب الشمالي، السويد النرويج وكل، لقاو عندهم بعض اختلال في توقيت الفجر، عند تقريبا 20 دقيقه حاجه كنا عدله خلوا مصلحوا ولو مريقلين. اما الوطن العربي وكل مريقل، الوقت نتاع اليومي هو بالضبط هذاك هو الوقت حسب الظواهر الطبيعيه اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم علامات الفجر، متفقه تماما. بالتالي ما عادش حد يحل فهمه، احنا حتى ما عملوش هذايا مقتنعين انه هذاك الاذان الصحيح، انه ماخوذ بالسند بالتوارث. كيف ما جيل ما يصليش في المسلمين، يصيرش مره المسلمين فهم جيل ما يصليوش اصلا ابدا. احنا كان تو كثر فينا تارك الصلاه قبل يصلي المسلمين، فما يحفظش على الوقت، حسب راك مضيع وقت الصلاه، ما يهتموش بالوقت. العلماء الكل العلماء الكبار قبل الكل ما خذاو في الفلك وطالعين في الفلك، علاش؟ انه في اوقات الصلاه، انه في شرف حساب اوقات الصلاه، يروك ما اكل الدين يتشرفوا بعلم الفلك قبل، لانه في حساب اوقات الصلاه. وكان كي تقام خاص في علم الفلك اكثر حاجه تخصص فيها اوقات الصلاه، مش فلك مجرد ان يحسب بر يلعب، لا، اللي يحفظ الصلاه تاع المسلمين. يجيني تا واحد يقول لي لا هو تبياض نتاع شنو، هو في وسط الضوء، الضوء بروجيكتور منه بروجيكتور منه، يحب يرى الضوء في السماء، مهبول هذا. فإياكم تنخدعوا بهؤلاء، هؤلاء يريدون أن يدمروا لكم دينكم وصلواتكم وصيامكم. فبالتالي أذان الفجر نتاعنا كي يذن ما عندكش حق تزيد ولا شربة ماء، اللي فمك تبصقوا، بل إذا بلعت تسمى فاطر. أذان الفجر نتاعنا الموقوت موجود في اليومية، بالطبيعة الاختلاف بين اللغة القراءة ساعة دقيقة دقيقتين زايدة، تقراوا حسابكم بالطبيعة، خاطر توقيت تونس الضواحية مش توقيت مساكن، تلقى دقيقة دقيقتين زايدين راه لابد تراعهم هذوك. أنا احنا عندنا الأذان نتاعنا، الأذان نتاعنا أذان في الوقت، تسمع تتبع للسحور وللفطر، شقال الفطر. رد بالكم تبعوا هؤلاء راهو صيامكم باطل. إذا تبعوا هؤلاء راهو صيام باطل. وقضاء وكفارة. دبوا روسكم. عن نبهت. قل برشا لكن مازال بعض عندهم هذه العقيدة الفاسدة في أوقات الصلوات. يقولوا أنه معناها الصلاة أذان الصبح لابد معناها الوقت الأصلي نص ساعة بعد الأذان نتاعنا تو. احنا وقتاش يذن تو؟ 5:15 معناها عندهم 6:15 يذن الفجر. فما بين 5:15 6:15 ياكلوا ويشربوا أمور مريضة. يصحوا. في رمضان هذوما تسمى مفطرين عمدا، عليهم قضاء وكفارة وإثم. قضاء وكفارة وإثم. وسيحاسبون أمام الله على تحريفهم لأوقات الصلاة للمسلمين. قال: واختلف أصحابنا في نواف الليل، فالأظهر أنه لا يجهر والثاني يجهر، على المالكي يجهر في نواف الليل. والثالث وهو اختيار البغوي يقرأ بين الجهر والإسراء. هذا عند كل عند الشافعية. ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار، أو بالنهار فقضاها بالليل، فليعتبر في الجهر والإسراء وقت الفوات أم وقت القضاء، فيه وجهان لأصحابنا أظهرهما الاعتبار وقت القضاء. احنا بطبيعة مثلا عندك مثلا نافلة قيام ليل فاتك تقضي، هذا لمن غلبته عين ونام، مساس يكون قول من الصبح غلبته عين ورقد، قام بعد الأذان وفاوق قيام الليل، لكن من السنة أنه يأتي بذلك ركعات. ده كي يأتي بركعات هذوكم يجيبهم كما أصلهم جهر، ولا يجيبهم سر خاطر أذن الصبح ولا في النهار، يجيبهم كما فاتوا جهر.
ولو جهر في موضع الإسرار أو أسرار في موضع الجهر فصلاته صحيحة. بطبيعة النوافل جهرت أسريته كل صحيح، في النهار صليت الضحى جهر صحيح، في الليل صليت الوتر صحيح، كل مع النوافل ما نشدوش فيها برشا. اللي يحب على الدقة في الليل صلي نافلة صلاة بالجهر، في النهار صلاة سر، سهلة برشا. قال فصلاته صحيحة لكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو، فما يسجد للسهو. لو فرض لو العشاء الركعة الأولى هي جهر قيتها سر، عليه سجود سهو لأن قصد تما. لكن في النافلة الوتر صليته سر، أني نحب نصلي جهر نسيت صليته سر، صحيحة ما فيش لا سجود سهو ولا حتى شيء. النوافل يصح فيها الجهر يصح فيها السر كيف كيف، لكن مقدم الجهر في الليل ومقدم السر في النهار بكل بساطة. ففيها سجود سهو، ما تجيش تقول لي خليت الوتر ولا سجدت السر عملت ركعتين سجود سهو، يقول لك لا هذاك عم فيه غلط، فما سجود سهو أصلا في النافلة لترك الجهر والسر. لأنه يعني يجوز لك هذا ويجوز لك هذا. في الفرض لا، ما تجيش العشاء تصلي سر تقول لي والله مش المرة هذه تختار تصلي سر ركعة الأولى، لا مش حق، لأنه يعني صلاة الركعة الأولى والثانية من العشاء جهر لابد تجهر فيها، هو الجهر سنة والإتيان به واجب عليك لأنه سنة مؤكدة في الصلاة. واش قول قايل السنة معناها لي أنا أتركه، لا ما عندكش حق باش تتركه، لكن إذا نسيته ما يبطلش الصلاة، هذيك السنية نتاعو ما يبطلش الصلاة إذا نسيته، تنجم ترفعه. مش الناس يظن أن السنة الجهر ما نجم نعملوش خاطر السنة، خاطر في بالنا زرونا في مخاخنا السنة معناها نتركها، لا لا السنة باش تقوم بها. يبينوا لكم علماء السنة راه باش تعمل بها، راه مش كيما يفهموا الناس. ما دام السنة هي مش لازم، هذه فرض ولا سنة؟ سنة مش لازم، هذه فرض ولا سنة؟ سنة مش لازم، هذه فرض ولا سنة؟ هذا فرض، أي هات هذا نعم. هذا إنسان بائس هذا، هذا إنسان بائس هذا، اللي يمشي بالعقلية هذه بائس هذا، هذا معناه يخشى عليه برشا أمور راه. يمشي للحج، يقول لك أسمع تعطيني كان ما هو واجب هكا. نبيت بميناء ليلة عرفة، نهار 8 في الليل، كي نباتوا في ميناء، واجب ولا سنة؟ تقول السنة ما نمشيش. وتوانسة غالب ما يمشيوش، يضيعوا ثواب كبير جدا خاطر السنة. التوانسة بدا يلوجوا بصفة خاصة، التوانسة وغيرهم حتى، أما التوانسة بصفة خاصة كي يمشي لغاز يقول قاسم أعطيني كان الجواج هكا هو، معناه يمشي رحلة في حياته، وحياته كان يمشي رحلة مرة يقتصد، معناه يحرص باش ما يعملش السنة، يحرص حارس. أسمع سيمان أنت مشيخ نتاعي، هما كان عندهم شيخ راهم في خير والعمل، عندهم شيخ المرشد سيمان بحاشا المرشدين المريقلين، لان فما مرشدين المريقلين فما لا علاقه، غالبهم لا علاقه اللي يمشيو معاك من الحج والعمره، لا غالبهم لا علاقه، لا يفهم شيء في شيء، هو يعاونهم ويجيهم معاهم يقولوا السنه هي سنه ما تعملها شيء مريك وافق مش يقولوا السنه راه لازم تقوم بها خاطر فيها ثواب كبير، لا لا ما تعملهاش سنه. فنجي سمار مرافق معايا نقول له سمار اسمعتيني هذه سنه ولا كذا، يقول لي سنه ما نعملهاش، ويسكت وما يقوليش مثلا السنه راهي القيام بها ولا فيها فائده كبيره. هذا ناخذ من هذه سنه ولا واجب؟ يقول لي سنه، هاي مش باش نعملها، هذه واجب يقول لي واجب، هذه نعملها. مسكين هذا والله مسكين، عندنا برشا منهم توانسه بالذات يمشي الغادي يبدا يقول اسمع اعطيني كان الواجب لكن نترك سيدي، وخاصه اللي فيه دم. توانسه مو ما يحبش المصروف. اذا كان فما هدي ورد بالك ما تقوليش حاجه فيها هدي، راه اللي يصير منهم عليه هدي يبدا يتعزيق بالعزاء. هي قداش ما بين 600 ريال تقريبا تطلع فلوسنا تقريبا 500,000 الأضحية، معناها البشتات هذه 500,000 تقريبا فلوس أرخص من عندنا، معناها الهدي قيمته خاصة تدفع قيمته، وهو الجزار يذبح خاطر مش باش تذبح وحده، تعطيه الوحده يعطيك توصيل، تحب تحضر يذبح قدامك ولا تحب يذبح بكل ثقة، لابد يكون واحد ثقة يذبح لكم، مشيت على روحك تاخذ توصيل مشي على روحك ما يهمكش في شيء، الهدي مشى لبلاصته. كي يصير له هدي يد مسكين قريب مش يبكي، يهدي شبيك راه طاعة، الهدي طاعة، حتى هو جبر اللي ترك واجب هو طاعة، يد مسكين يمشي للسوق يحط 4000 ريال في السوق يشري بها مباش وكل 4000 ريال معناها قد 6 أضعاف الهدي، ويبدا يهدي بخاطره في رحمة سلوك. هذا عنده إيمان صحيح، هذا أبدا أبدا، لا الهدي هدي إلا ما عندوش مال مش مخبي راه، اسمعوني قال مخبي يعني عندي 1000 مثلا ريال مخبي باش نقضي من قضيات وصار له هدي، لا يجوز له ان ينفق ذلك المال في المشتريات، ما تقول عندي هدي نمشي للصيام، الهدي يقعد في رقبته واضح ولا ما تشري حتى شيء يا سيدي، لا تجي لا تبش لا سبح لا حتى شيء، تعمل الهدي. هذا في الحج
ولو قالت نشري ولا شنو باش نمشي نروح فارغ لا تروح فارغ. الهدي مقدم عباده لله دوك واجب عليك. الناس مش تدوم لها دائما ما يهمكش تاع ربي يكفيها. اما شي يجي يعملوا يخلي قالك هذه ولا 1000 ريال هذه لا نتاع المصاريف نتاع مش معناها خاطر المصاريف هذيك الضروري تخليها تبيع. اما هذه قال شي باقي قضيات ودبشات وشويه هبات وكل لا لا اذا عليك هدي هذاك علاش تمشي الغد تسمعك على الاقل فلوس تاع هديين تقرا حسابك فمش تعمل هديين بالجهل اللي عندنا تز نتاع زوج مش تاع واحد خاطر ساعات يعمل وحده في الخفاء يغفلك ويعمل حاجه ترسل في هدي والشيخ ساعات ينبه لكن هو يتصرف من راسه احنا عندنا توانسه يتصرف من راسه برشا ترسل في هدي هكا هدي من غير ما يدري واللي في حقه هدي فما حوايج واضحه نتاع الهدي يبدا الناس تعرف حوايج ما يعرفوهاش فيولي يولي عنده هدي رقم اثنين عادوا هدي لون مثلا كي يصير كي يعمل عمره وحجه مع بعض معليه هدي كي يلصق مع بعض تسمى التمتع. التمتع اول معناها يعمل عمره بعدها حج في نفس الوقت وما يروحش واللي يعمل حجه وعمره في نفس الوقت تسمى قيران عليه هدي هذاك تحصيل حاصل مفروغ منه ويزيد يعمل عمله اخرى تولى بهدي ولي اثنين معناتها شي زوز عليه علاش تولي مش واحد برك فتقرا حسابك تهز فلوس بزايد هما لا يهزوا فلوس بزايد الشيخات والباش ما يهزش الهدي يمكن يقرا حسابه الهدي وساعات فما ما يقراش حسابه اصلا تنحى من مخه الحكايه كي يبدا بالطبيعة المرشد معاه انسان فقيه واعي نبه يا ناس قبل تمشي الحج اقرا حسابك في زوز هدي ثمن تاع هديين معناها الهدي مثلا 700 ريال هز 1400 ريال خليها على جنب ما تنساش اصلا وقت كملت مناسك الحج خرجت اصرف مثال اشري قضيتك وكل لك 1400 ريال ضاع ما عادش عندك هدي خرجت من الاشكال تاع الهدي اصرف اصرف مش بها مقتنيات وهدايا للاطفال والعيلة وكل همشي يمشي يصرف يصرف بعد يقول والله يعني انت وقت مشيت عندك حق الهدي عليك باش تعمل هدي وقت في رقبتك توليك تروح ترجع مره اخرى عمره ولا حاجه تعمل الهدي تشريه ويذبحوا لك الغادي باش يخرج من رقبتك ما يتنحاش راهو الهدي اذا وجب في حقك وانت مستطيع ولكن تقصرت في ذلك اي وقت في رقبتك اما غير مستطيع انسان فقير بالسيف لما الحق نتاع التذكره وعنده غادي قد ما يكفي فقط باش ياكل ويشرب هذا يولي الهدي معاش وغير مستطيع يولي يمشي للصدقه الصيام معنى الاطعام او الصيام مش من الاول يمشي قال اطعام وصيام راهو الهدي اذا كان هدي اذا ما وقتها غير مستطيع ما عندوش مال حقيقه هذا يولي ينتقل لحاجه اخرى تعوضها. قال واعلم ان الاصرار في القراءه والتكبيرات وغيره من الاذكار هو ان يقوله بحيث يسمع نفسه ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه اذا كان صحيح السمع ولا عارف له فان لم يسمع لم تصح قراءته ولا غيرها من الاذكار بلا خلاف. الشافعي اشترطوا في السر قال لك السر تسمع نفسك معناها هيك انا نسمع في نفسي من عند الشافعي تعمل هيك ما لا يصح اشد من مذهبنا احنا مذهبنا لا تحرك لسانك يكفي حتى ما سمعتش نفسك سمع لسانك يكفي سمع نفسك معنا تحرك لسانك عفوا الشافعية أشد منا في هذا قال لك لابد تسمع نفسك معنا تسمع في روحك وانت تتكلم بالهمس تسمع همس نفسك تهمس لنفسك معنا باش تصح القراءة. أما حد ما قال من العلماء المسلمين منذ الصحابة الكرام إلى قيام الساعة أنه القراءة في القلب يعمل لك يوقف غير مأموم غير مأموم مأموم حتى ما يقراش معني حتى شيء انا امام هو اللي يصلي وحده في الدار يعمل لك يوقف الله اكبر ويصلي في الظهر الله اكبر الله اكبر هذه صلاه باطله قطعا ولا بد يقضيها حتى ولو صلاها عام 100 عام يصلي كيف يقضي ال 100 عام يعني هذه صلاه باطله اتفاق واضح تردوا بالكم فما ناس يعملوا هكا هانا اللي كي نعملوا درس يفيق بروحه وانا يصلح وفما شكون اللي مازال ضايع يمشي بالو يبدا ساكت خاطر المأموم يجي ما يقراش يولي في بالو حتى واحد ما يقراش راهو قراءة اسمها شرعا وعرفا وبلا تحبوا نتوما راهي تحريك اللسان حتى الذكر ما تحصل ثوابه كامل على اللسان ايه جامك فاهم انت تبين ولا يذنبوا على جنبه انت مش مسؤوله مسؤوله على التبيين كهو. نعم سيدي كيف يبدا مريض ما يجبش يتكلم يحرص بالله بلا يستطيع يمر على لسانه واذا كان معنى ما يستطيعش يولي بيمر على قلبه القراءه وتصح صلاته هذا.
اللي عنده شلل في فمه مثلا، هذه تسقط عليه قراءة، يولي يقرأ على قلبه يمر بقراءة، هذا صلاته صحيحة الوحيد. أما إنسان لبس عليه وفمه يتحرك ما يحركش صلاته باطلة باتفاق. تكبيرة الإحرام مرة واحدة في الصلاة أو في كل قول الله أكبر رفع اليدين، مو قلنا عاد تكبيرة الإحرام فقط، التكبيرة الأولى تقول الله أكبر رفع اليدين، كي مشترك عم تقول تعمل شك، إيدك ديما اللوطة إما السدر ولا قبض، إما السدر إيدك على جنبك ولا إيد اليمين على اليسار، الاثنين موجودين على المالكية، الاثنين موجودين على المذهب المالكي، المشهور أكثر السدر، والقبض موجود عند المالكية وقول معتمد زاد، بعض الناس يظنوا القبض لا مخالف للمذهب المالكي، لا مذهب مالكي زاد القبض، عندنا الاثنين إحنا. السدل اللي تحط يدك مع جنبك توقف والقبض الاثنين المذهب المالكي راه اللي ما يعرفش انا ولا يعرف تو لكن مشهور السدل هذاك علاش عامه الناس يكون مع السدل الا قبض بنيه الاقتداء بالمذهب له ذلك باهي وقت اذان يجوز لنا الصلاه وهو يؤذن اذان معناها اثناء الاذان انا صلي نصلي اذا المؤذن قال الله اكبر فاش بقول انت الله اكبر في الاحرام كلمه الله اكبر ودخل وقت الصلاه سمعته قال الله اكبر هو قال الله اكبر انت قلت الله اكبر في الاحرام صلاه صحيحه يعني الاعلام دخول وقت اذا قال الله اكبر دخل الوقت لقيت الاذان جاي في وسط الوقت اما ننتبه عادي ما لازم نعرف المؤذن هو يعرف الوقت مش واحد فزنا قبل بربع ساعه يذن اذا صليت مع الاذان نتاعو صليت باطله بالطبيعه اذا واحد غلط اذن الصبح ولا ربع ساعه احنا طبعا المناكل لازم نعرف بدقيقة واحد اذن قبل ربع ساعة تبعت ودي صليت من بعد سمعت الاذانات الاخرى تاذن بعد ربع ساعة تعاود الصلاة صلاة قبل الوقت لا تصح ولو سهوا صلاة قبل الوقت لا تصح ولو سهوا ولو ماكش متعمد متعمد يولي عندك اثم كبير جريمة كبرى تصلي قبل الوقت متعمد في حفظ القرآن ومرأة على حيض ومفروض اي شنو معناها شنو السؤال في حفظ القرآن شنو معناها تجم تحفظ تقرا من راسها لمس المصحف وشو هو السؤال اللي اسال ها هي تقرا شفاهيا او تقرا من هذه الالات التي يصح فيها المس بدون طهاره ما تمسش المصحف اما المؤدبه في حصتها نتاع التعليم والتحفيظ تمس المصحف بينا هذا حتى ولو حق معنى الحائض ما تقصش عندها درس اسبوعي ولا درس ثلاثة ايام في الاسبوع على مده ستة اشهر متتاليه مش تجي فتره تقول بس راني الجمعه الجايه ما عندناش درس علاش خاطر حائض لا قران انا بحكي بطبيعه الدروس هذه جاهزه كلها غير المسجد خارج المسجد يعني المسجد الحائض ما عندناش حق تقعد في المسجد لكن دروس علميه ما فيهاش مشكل اصلا حائض مش حائض نحكي على القران قران ومصحف القران كتاب تقري ما تقصش دروسها بكل يعني هذيك عندها رخصه في ذلك هي وحيد عندها رخصه فهاني تراجع اذا كان مراجعه تاخذ من الهاتف من الحاسوب تراجع على روحه ما لها حتى مشكل انا قدام الكتيب ما نجمش نراجع من راسي تقرا وهنا قدام الحاسوب هذا ما يتسماوش ما هي مش مصحف تجب نسمع غير وضوء ما تجبش في حق المصحف لا نعم ايه انت توا كي يذن دوبي يذن الله اكبر لازم تصلي في الفجر كملت ركعتين الفجر تقوم تصلي الصبح اذا وحدك انت فاش كنت تستنى تصلي في اول وقت كيف الجامع يوخروا شويه باش يجيو ناس المصلين يخلطوا مش مشكله توخير هذاك جائز مادام ما نوصلوش الشروق احنا فانت كتبت وحدك في البيت ما عندك حتى داعي باش توخر الصلاه اذا عندك ورد تحب تعمل مثلا بين الاذان والصلاه اعمل وردك وصلي مفيد قبل شروق الشمس اما اذا ما عندك حتى شيء ياذن منا قوم تبع الاذان حتى يكمل باش تاخذ فضيله متابعه الاذان زاد تبعوا الاذان ورغم اربع الدعوه التامه وكمل الدعاء ومن بعد قوم صلي الفجر السنه وكمل سلم الإقامة وصلت الصبح في خاصة المرأة في دارها سنة حد فهمت الرجال أنا في المساجد يبخروا شوية باش الناس تخلط خاطر فما شكون يقوم على ذان إذا مش صلي مع ذان مش يخلط الركعة القاصية فاتته إقامة سنة للرجل والمرأة إذا ما عملوهاش تصحيح لكن ثواب ينقص تاع الصلاة ثواب أقل فالإقامة للرجل والمرأة بطبيعة الإقامة تكون معناها الإقامة تاع المساجد تكون للرجل الإقامة الجهرية المرأة تقيم لنفسها بل كل صلاة تقيم سرا زاد الرجال يقيمون جهرا الرجال إقامة نتاعهم جهر السنة في حقهم الجهر النساء السر النساء السر مش صلي أي صلاة ثلاثة الظهر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة مرة واحدة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. علاش نبين مرة واحدة؟ لأنه مذهبنا مرة واحدة قد قامت الصلاة، فما يتفلسفوا علينا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين، هذاك مش مذهبنا. راني مبين أني باش الغافل يفيق على روحه، خاطر احنا مذهب مالكي راهو. أنت امشي الواحد في السعودية ويقول قد قامت الصلاة مرة واحدة، مستحيل يعملها. أني عارف نتاع المالكي ما يعملهاش، خاطر متلزم مذهبي. اش بينا احنا نتبعوا المذاهب الأخرى؟ شبينا احنا هما اصحاب مذهب يتبع كل واحد تبع مذهب نتاعو يلتزم به، شبينا كان احنا الكوكتيل الاصل تبع مذهب نتاعك حفاظا على وحدة المسلمين، مش مذاهب اخرى تباعوا عليها. راه مريقلة مذهب كل مريقلة، راه الشافعي مريقلين والحنابلة مريقلين والاحناف مريقلين والمالكية مريقلين، مش معناها مذهبنا احنا خير من الاخرين ابدا، اللي يظن هذا غلط. اما انت في بلاد فاهم مذهب مالكي تبع مذهب مالكي، كل شيء نعمله مذهب مالكي. علاش كوكتيل؟ لا زين على مذهب معين والإقامة على مذهب آخر والصلاة على مذهب آخر والسجود الساهو على مذهب آخر، كوكتيل هذا ما يصحش ما يجيش، خاطر مش ولي يصلي صلاة لا تصح على حتى مذهب. تو هذيك تاخذ كوكتيل من كل مذهب، كي تاخذها في المطلق ما تصح لا على المذهب المالكي لا الشافعي لا الحنبلي لا الحنفي، ولا جبت صلاة أخرى من عندك. شفت المشكلة وين؟ ولا الترقية هذا نبعدوا عليه، نلتزم السلام كي يسلم الإمام تسليمة واحدة، السلام عليكم مش السلام عليكم السلام عليكم. الإمام يسلم تسليمة واحدة، واللي يصلي واحد يسلم تسليمة واحدة على المالكي، على اليمين فقط. المأموم يسلم على يمينه يرد السلام على الإمام تسليمة ثانية تسليمة ثالثة على اليسار. المأموم اللي يصلي وراء إمام رجل ولا مرأة صلي وراء الإمام وقال السلام عليكم، إيش تعمل أنت؟ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. الفلوس يسمى رد السلام على الإمام، هذه سنة زاد سلام فرض لابد منه، ثاني سنة وثالث سنة. وقتاش الثاني على اليسار كي كبدا وحدك شكون على قص اميدتي منك للحيط سلم تسليمتين هكا ثالثه تنحاها تسقط سلم خاتم تسلم انت على يقولوا على الملك نتاع اليمين نتاع صاحبك اذا مش موجود ما تسلمش، يقولوا هكا هو تفسير فقط علاش نسلم ثلاث مرات، لكن هو السنه كذلك مش لازم نفسرها. بعض العلماء يقولوا كذا، لكن انت المفيد ان عندنا تسليم على اليمين هذيك الفرق، رد السلام على الامام كيف كان مانك ماموم انت ترد السلام تقول السلام عليكم مش وعليكم السلام، تقول السلام عليكم ورد للسلام زاد. وعلى اليسار اذا كان فما واحد على الاقل بعدك ولا بعد بالصف مازال متواصل معك، فهمتوا ولا؟ هذا المأموم فقط عنده ثلاث تسليمات ولا اثنين، اللي يصلي واحد تسليمه واحده السلام عليكم على يمينك هاو يبدا يسلم هو وجهه مقابل قدام ما غير يهبط راسه، راه مش مطالب يعمل هكا وهكا راه ها السلام عليكم. لكن تهبيطه مش موجوده، رايك اللي يعمل هكا ويحرك راسه مش موجوده راه. ها السلام عليكم. هذا الإمام ولا يصلي وحده يسلم كلمة السلام قدام وعليكم كمان معنا كمان أجنب السلام عليكم، كي يبدأ وراء الإمام كلها على اليمين السلام عليكم، مش تحب الدقة بالضبط هكا. سيدي صلاة الفائتة تقضى ولا لا؟ صلاة الفائتة تقضى وجوبا، كل ما عنده صلاة كان وقت بلاغ ما صلاش كان ما تبك العصور متاع الغفلة وكل ما صلاش هو بالغ يحسب كم من سنة ما صلاش كل لابد يقضيها، القضاء واجب. وما تسمعوش لهؤلاء يقولوا لا يسقط القضاء وكذا، راهو كلام باطل ولا يصح ولا يقعد دين في رقبتك، وراهو المذاهب راهم متفقين على القضاء. راهو ساعات تلقى قول شاذ من العلماء لم يعتبروا العلماء اصلا، يجيو الان يفتيو ولا مثالش ما مش لازم تقضي استغفر ربي، لا 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 قضاء وبالدليل واضح فيه، هذا القضاء فيه الأدلة من السنة واضحة وصريحة. صلاة فريضة ما صليتهاش عليك قضاءها ولو بعد 100 عام، ما تسقطش بأي حق وبأي طريقة راه ولو مدة طويلة، أبدأ قضي بشوية بشوية حتى ما كملتش ربي يسامحك بالباقي. أما قاعد ما قضيتش راه مش حاسب على الكل، إذا ما قضيتش بالكل قال والله والله سمعت قالوا ما تقضيش ويستنى فيها، قعد ماهوش يقضي عنده قداش من عام ما صلاش مش حاسب عليه من الكل هذا. يقضي الصلاة الصلاة وبعد كي حج قالك هو ما يولي صلاة لا الحج لا يسقط الدين، الحج معروف لا يسقط الدين، القضاء صلاة الدين. أنت واحد يسالك مليون مشيت الحج سقط الدين؟ أبدا أبدا لم يقل به واحد من العلماء أبدا، ذنوبك الصغار تتنحى وبعض قالوا الكبائر فقط الصغار وبعض الكبائر، فما قالوا كل الكبائر، خاطر الكبير يقول لك لازم توبة خاصة للتوب منها بصفة خاصة مش مجرد عمل، لكن الصغار تغفر هذيك في الحج، الصغار تاعك وتتنحى، الكبائر قيل أنه تتنحى مع الصغار في الحج. أما
حقوق العباد لا تنفع لا ترفع ابدا. غاير على ملك خوك وماشي الحج اعمل 100 حجه يقعد حق في رقبتك سلفك فلوس وانت مش تردها له يزاد في رقبتك. فالحج لا يسقط حق العباد ابدا ولا بقول بها ولا واحد لا عالم العلماء يقولوا بها. كان السفهاء الجهله بتاع العصر الحديث اللي هم ما يفهموا شيء ليسوا علماء ولا يكونوا علماء اصلا. نعم اللي مقيم الغادي كما يسافر منا كيف الهدي؟ كيف نفس الشيء الهدي هدي حسب قيمة ما يبيعوا الهدي الغادي قيمته في السعودية الغادي قداش يسوى هما يستعروا هو تسعير عمل الحاكم الغادي مش كل واحد يبيع زي يا عم تسعيرة هي هذيك تسعير ياخذها الناس الكل فهمت تسعيرة فما تسعيرة موحدة وبالثمن نتاعهم هما بالطبيعة بالفلوس نتاعهم. سيدي من عرش معناتها إذا كان إنسان ما دفعش هذه وقت مقيم غادي كيف ينجم يدفع تو من بعد ولكن يظل في الشك ما دفعوا راجلي ولا ما دفعوش. لا 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 بد ام يمشي هو اللي وكل شكون يمشي يدفع له يمشي يدفع الهادي ويذبح الغادي مش في بلاد تذبحوا الهادي مذبح كان غادي في مكه راه او في ميناء كان اذا كان جابوا الهادي ما في عرفات ما مش موجود تو في مكه الذبح بيكون في مكه وتخرج حتى هذه اللي خرجت وذبحته في الرياض ما يصحش هذه كان جزار خرج وذبحه في الرياض ما صحش هذه اصلا ضاع فهمتوا ولا كيف يذبح قبل الايمان يذبح الاضحيه قبل الايمان ما صحش اضحيه مشان الحمد فالهدي ما يصح الا يذبح في مكه مش جيت تروح للبيت تقول مش نخو على واش نذبحوا ببنيت الهدي يعني كيف وكيف بلاش راه اذبح حتى 100 راس ما ينفعش لازم اما انت ترجع اذا كان عندك عمره ولا ترجع الغادي تمشي الاماكن اللي يبيعوا فيها وتخلص ويدفع لك الخصاصه ديك يذبح لك العلوش نتاعك ويسقط عليك الهدي خلصت حق ولا توكل حد توكيل يصح توكل حد مش يمشي العمره تقول بربي الفلوس هذه شنعطيها لك اشري لي بها الغادي اضحيه ويذبحها لك هكا اذبحها لك انتهى الدين نتاعك تنحى الهدي فهمت ولا هذه بسيطه برشا لا لا لابد الفلوس تدفعها للجزار يشري علوش ويتذبح زين تخرج فلوس مش تقول مش خرج 700 ريال خاطر 700 ريال صدقه لا ما تنفعش الهدي يقعد هدي ما نجمش الهادي انا ربي عطاها وسيله اخرى الصيام انا عطاك ربي اما ما عندكش مش عندك وما عملتش وبعد دي تقول يا تو ندفع فلوس وبلاصتها ولا نصوم ابدا ما يصحش الهادي في رقبتك توقد حاجك ناقص تصور حاجك يقعد ناقص حتى الهادي اذا كان واجب الحاج تركته يقعد ناقص راه ما تسماش كامل فلا بد تكمل الهادي باش يكمل حاجك ما بطلش الحاج لكن يسمى ناقص بالهادي فهمتوا فردوا بالنا ما نعوضوش الحوايج بروسنا احنا خاطر الناس زكاة الفطر نجم ناخذها مال لا هذه حاجه اخرى الهدي هو الغايه منه اخراج الحيوان الغايه منه اطعام الناس ماك الحيوان مش الفلوس هو عباده في حد ذاتها الهدي عباده لي هو يجبر عباده ان قصتها في الحج ربي قال لك اذا تعملت حاجه عامله عملتها وين قلت ما تعملهاش تخرج هدي كيفاش اي بطبيعه اللي عنده هدي في رغبته يبعث يكون يمشي العمره تعطيه فلوس ما يقابلها ولا تبدل له عمله حتى بالدولار قد ما يقابل قداش سي مسوم يعني في الريال تقريبا 700 ريال تو احنا السنه هذه 700 ريال تقريبا فما نقول 680 700 ريال 700 ريال تكفي تعطيه ما يقابلها مثلا بالدولارات ولا حتى الريال يعني يهزوه تو الان يقبلوه الريال كعمله تنجم تمشي بالريال حتى تصرف وكل تنجم تهز بالريال معاك تمشي بيه للسعوديه راه يبدلوا لك البنك الريال فتمشي وتمشي والغادي يمشي لك الواحد مثل اللي يبيعه مؤسسات الراجحي ولا غيره اللي يبيعوا الضحيات الهدي تقولوا راه هذايا مش هدي كذا هذا ذبحوا من اعطيته المال خذيتك التوصيل اذا تحب تبقى تحضر باش يذبحوا قدام تنجم يحجم يحضر وماكش مطالب بذلك اذا هو الثقه يذبح معناها اذا اعطيته انت التوصيل ثم ذبحت مش على روحك نحى من عهدتك الهدي هو بعد يذبح وما ذبحش يتحمس ويته بعد هذاك علاش من الاصل ديما الانسان يحرص باش يمشي مع المؤسسات اللي هما اصحاب ثقه موثق عندهم زادك اللي يبداو في الشهور توارق في الشهور الطرقات وكل كيما احنا ابن الصعب كابتري راهو الله اعلم يقول لك تو مش نزل نذبح الغالي الله اعلم فلا بد تمشي ما بديك تمشي مؤسسات تكون اكثر ثقه خاطر مؤسسات يذبح هذا هو والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.